بدأت أعداد غفيرة من العراقيين ومنذ ساعات الصباح الأولى بالتجمع أمام مقر وزارة العمل للتقديم على منحة أعلنتها الحكومة للعاطلين عن العمل. وجاء هذا التجمع الحاشد بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة بشان التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، ومن بينها منح 250 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لمدة 3 أشهر.